بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيبي في الله، كل عام وانتم بخير، ويارب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة وعافية وستر من الرحمن دايما يا رب. فضلا وليس أمرا، ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان قناتنا تكبر بيكم ان شاء الله يا رب. حبيبي في الله، هنتكلم مع بعض النهاردة عن الذكر المضاعف. يعني ايه الذكر المضاعف؟ انتوا عارفين يعني ايه الذكر المضاعف؟ طب عارفين يعني ايه الفرق ما بين الذكر المفرد والذكر المضاعف؟ طيب تمام، هقول لكم. بس نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذكر المفرد يا حبيبي اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تمام؟ ده كده الذكر المفرد. طيب إيه هو بقى الذكر المضاعف؟ الذكر المضاعف حبيبي صيغة ذكر بتتقال جميلة جدا وما شاء الله ليها أجر وثواب عظيم جدا. طيب مين فيهم أعظم أجر، الذكر المفرد ولا الذكر المضاعف؟ طبعا بديهيا أكيد أن الذكر المضاعف أجره أعظم وثوابه كبير جدا. هما 6 صيغ. الله يرضى عليكم حبايبي، الله يرضى عليكم ويرضيكم. احفظوها، سهلة جدا، أجرها عظيم، مش هتاخد وقت. احفظوها ورددوها. هما 6 أذكار، 6 صيغ هنحفظهم، سهلين جدا، وأعتقد إن كتير مننا كمان عارفينها. وسبحان الله، يعني إحنا في أيام مباركة، أيام جميلة، وفي شهر رمضان الكريم، شهر رمضان المبارك، يعني ايه اجمل من كده؟ نحاول نرددها كتير قوي الايام دي على قد ما نقدر. رددوها في كل وقت وفي اي مكان، ليل مع نهار، رددوها، اجرها ما شاء الله الله اكبر عظيم جدا. الذكر المضاعف اجره عظيم، والوقت عندنا قصير قوي، واليوم بيجري. إذا أنتوا ما قدرتوش أن أنتوا تقعدوا تهللوا وتكبروا وتسبحوا وتحمدوا الله، رددوها، رددوا الذكر المضاعف. حد يلاقي أجر مضاعف وما يعملش بيه؟ الأذكار دي يا جماعة جميلة جدا وفوائدها عظيمة جدا. احفظوها ويحفظوها لأولادكم وأهلكم ولكل حبايبكم. قولوها لكل الناس اللي تعرفوها، الدلع الخير كفعاله، هيبقى لكم برضو نفس الأجر والثواب. ربنا يا رب يكتب لنا جميعا الأجر والثواب العظيم يا رب. هنسمي بالله ونبدأ. أول ذكر من الذكر المضاعف هي حديث جويرية بنت الحارث لما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد صلاة الصبح، وجويرية قعدت تسبح، قعدت تسبح سبحان الله من بعد صلاة الفجر إلى أن ارتفعت الشمس، يعني قعدت تسبح ما شاء الله 6 ساعات متواصلة. عارفين يعني إيه بتسبح 6 ساعات متواصلة؟ فلما رجع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقاها قاعدة زي ما هي بتسبح، فقال لها: يا جويرية، أما زلت على حالك؟ قالت له: نعم يا رسول الله. رد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا جويرية، قلت بعدك 4 كلمات، 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحانك يا ربي. يعني 4
كلمات بس بتوزن 6 ساعات تسبيح. ما شاء الله ما شاء الله. فجويرية قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: وإيه هم يا رسول الله؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هقولها تاني. أول ذكر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. شوفوا كم كلمة بسيطة ازاي بتعدل عبادة وتسبيح 6 ساعات متواصلة. 6 ساعات متواصلة في كم كلمة دول؟ ما شاء الله حبيبي. ده أول ذكر دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الذكر التاني، الذكر التاني هو حديث أبو أمامة لما قال: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق. كرروه على قد ما تقدروا كأنكم ذكرتوا الله ليل نهار في أي وقت. كرروه يعني الذكر ده بتفضلوا بتذكروا ربنا طول الوقت. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق. حبايبي ده الذكر التاني. الذكر التالت: صلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم وصلى معاهم رجل، وبعدين سمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الراجل بيقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانك يا ربي. لما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خلص الصلاة سأل الناس اللي بتصلي، قال لهم: أيكم قال هذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. تخيلوا: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانك يا ربي. فتحت لها أبواب السماء بجد ما شاء الله. الله يرضى عليكم يا رب، الله يرضى عليكم. قولوه مش هتخسروا حاجة، ما بياخدش وقت، أجره عظيم جدا جدا. الله يرضيكم يا رب. رددوه كتير، ده ذكر سهل وبسيط. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. حبيبي الذكر الرابع: الحمد لله كثيرا. افضلوا رددوا على قد ما تقدروا وانتوا في البيت او بره البيت، في العربية، في جنينة، بتتسوقوا في الاسواق، في اي مكان رددوه: الحمد لله كثيرا. الذكر الخامس يا حبايبي: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى في يوم، فلما رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فسمع واحد بيصلي وراه قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك يا ربي. فلما انتهى الرسول من صلاته قال: أيكم قال هذا؟ فقال: عجبت لها، عجبت لها، فقد رأيته 37 ملكا كلهم يريدون أن يكتبوها.
شوفوا قد ايه اجرها عظيم ازاي. 34 ملك كلهم عايزين يكتبوها. لما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ما شاء الله قد ايه اجرها عظيم. الذكر السادس حبايبي هو اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يعني سبحانك يا ربي، انت مش بس بتستغفر لنفسك، انت كمان بتستغفر لكل مؤمن ومؤمنة. ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك له أجر وحسنة بكل مؤمن ومؤمنة انت بتستغفر لهم. سبحانك يا ربي يا ربي. يا جماعة أرجوكم، أذكار خفيفة جدا وجميلة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا. الله يكتب لينا وليكم الأجر والثواب العظيم يا رب. رددوها رددوها رددوها، دي جميلة جدا وبسيطة وسهلة. احفظوها حفظوها ولادكم وقرايبكم وحبايبكم وجيرانكم. ربنا يا رب يكتب لنا ويكتب لكم الأجر والثواب العظيم يا رب، ويرضى عنا ويرضينا يا رب بحق الأيام المباركة الفضيلة اللي احنا فيها يا رب. ربنا يجعل لنا جميعا يا رب لسانا ذاكرا شاكرا حامدا مستغفرا يا رب. الذكر في الأيام المباركة دي قد ايه أجره عظيم وأجره كبير وأجره مضاعف. رددوها حبايبي، رددوها واستغلوا كل دقيقة، كل دقيقة كل دقيقة بتعدي ما بترجعش تاني. خلوا دايما لسانكم عامر بالذكر. سبحان الله، إن الله يعطي الذاكرين أكثر من السائلين. سبحانك يا ربي، يعني أنت بس تقعد تسبح ربنا وتذكره، ربنا والله هيفتح لك أبواب الخير. قد إيه الذكر ده جميل، قد ايه التسابيح دي بجد اجرها عظيم. ربنا يا رب يكتب لينا وليكم جميعا الاجر والثواب العظيم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي في الله، يا رب تكون المعلومة دي فادتكم. هو طبعا اكيد كلنا عارفينها، بس انا حبيت اذكركم بجد. الموضوع ده انا قريته عجبني جدا، عشان كده حبيت ان انا اعمل فيه فيديو. ممكن اكيد كلنا نكون عارفين، بس طبعا ممكن ما نكونش عارفين الست اذكار دول بالظبط. تمام، فحبيت ان انا اقولها لكم. يا رب كلنا ربنا يرضى عنا ويرضينا. اذكار سهلة وبسيطة جدا، يعني سبحانك يا ربي. أول ذكر بيعادل عبادة 6 ساعات. تخيلوا 6 ساعات في كام كلمة، تعادل 6 ساعات تسبيح. سبحانك يا ربي. حبيبي في الله، ربنا يا رب يجعلنا جميعا من الذاكرين والشاكرين والحامدين، ومن عباد الله المحسنين، ومن عباد الله المتقين. ربنا يا رب يرضى عنا ويرضينا ويفتح لنا كل أبواب الخير والرحمة والسعادة والرزق، ويغفر لنا جميعا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر يا رب. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا الله. يا رب احنا ملناش غيرك، ملناش سواك. اغفر لينا وارحمنا، ارضى عننا وراضينا، اكبر بخاطرنا يا رب السماوات والأرض. يا مالك السماوات والأرض، احنا عبيدك الضعفاء ملناش غيرك. ارحمنا برحمتك يا رب، ارحمنا برحمتك يا رب. يا رب السماوات والأرض، يا جابر المنكسرين اكبر قلوبنا. يا رب العالمين ارحمنا برحمتك، رحمتك وسعت كل شيء.
ارحمنا يا رحمن يا رحيم، ارحمنا يا رحمن يا رحيم، ارحمنا يا رحمن يا رحيم، وعوضنا عوض الصابرين. يا رب اجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين، يا رب اجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم آمين. اللهم ارحمنا برحمتك وإحسن ختمنا وجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم آمين. حبايبي في الله، كده خلصنا موضوعنا النهاردة، ونختم كلامنا بأحب الكلام والذكر إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. والحمد لله رب العالمين. حبيبي في الله، فضلا وليس أمرا، ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان قناتنا تكبر بيكم إن شاء الله يا رب. وما تنسوش ضموني في دعائكم، افتكروني بدعوة حلوة جميلة من قلوبكم الطيبة. وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم يا رب، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. وأشوفكم قريب إن شاء الله في فيديو جديد، وأسيبكم في حفظ الله ورعايته. في أمان الله.